تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها، الحقوق محفوظة. جت أم مشاري يا مهور القبيل، لا طبت الميدان هزت كعبها، وللطلب بدون حقوق أو هي المنصة والمنصة لحصة. المهرة اللي بالمهور اتعبتها، جت أم مشاري يا مهور القبيلة، لا طبت الميدان هزت كعبها، هي المنصة والمنصة لحصة، المهرة اللي بالمهور اتعبتها. جت أم مشاري بالصفات الجليلة، زانت الزينات وفي سعدها، بنت الحسن ساس العلا والفضيلة، الله يخليها ويحرس ولدها. شاري بالبداية جديرة، ساس الفخر والطيب كامل رشدها، اللي اقبلت بالحسن هي مستنيرة، الله يعمي عيني كل من حسدها. مرزوق ابوها من رؤوس القبيلة، اقولها والناس كل شهدها، مرزوق ابوها والنعم سالسلة، بالجود مثل السحب يقصى افرعدها. ومشاري باخلاق كريمة نبيلة، كل المعالي والفخر حصدها، مشاري يا راس العلا والفضيلة، نفسي بشوفه كم يجلي نكذا. وممدوح مهزم في الليالي الشديدة، واخلاقه اللي كل حين حمدها، وابوكم الوافي صفاته كثيرة، اسعود راع الطيب هذاك اسدها. واخوانه سيوف كريمة صقيلة، واخواله عقول كبيرة رشدها، آل الضبطي والنعم في القبيلة، آل الطيري فخر كل من قصدها. هذه حروف السعد جتكم بطيرة، عدها يا شايل في القصيدة وعدها، جت أم مشاري يا مهور القبيلة، لا طبت الميدان هزت كعبها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00966.